أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عزمها إطلاق سلسلة من الفعاليات والأنشطة السياحية والترفيهية ذات طابع إقليمي ودولي بهدف جذب المزيد من السياح. نعم، يأتي ذلك في إطار برنامج غني بهذه النوعية من الفعاليات طيلة العام الجاري. من جهته قال الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي للهيئة إن برنامج الفعاليات يأتي في إطار حرص هيئة السياحة على الابتكار في مجال تنشيط القطاع السياحي في مملكة البحرين ورفع تنافسيته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل النوعية للمواطنين، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير هذا البرنامج الطموح بحسب تطورات الأحداث على الأرض. وكشف أن هيئة البحرين للسياحة ستطلق في مارس القادم حملة واسعة في الأسواق الإقليمية والدولية من أجل الترويج لجميع الأنشطة المجدولة على رزنامة الفعاليات لعام 2022 في مملكة البحرين، بما فيها الأنشطة التي تقيمها الهيئة وتلك التي يقيمها عدد من الشركاء في القطاع السياحي.